الو الو، انا هاني يا نسا منيره. استاذ هاني، ازيك؟ يا ترى ممكن نتقابل النهارده؟ اكيد طبعا، انا تحت امرك. طيب نتعشى سوا؟ خلاص اوكي، نتعشى مع بعض. باي. مالك يا بيت؟ فيك ايه؟ لو يا بوزك كده ليه؟ ما قلتليش هتعملي ايه مع الست شكرية؟ ماني قلتلي؟ ايوه، يعني ايه اللي هيحصل؟ مش هقوله لا، بس يجي اعرفه الاصول ايه وبعد كده صافي يا لعب. هي ليلى جت هنا؟ لا، بتسأل ليه؟ اصل الواد محروس الاهواجي بيقول لي انه شافها وهي رايحه ناحيه الستين. معقولة تيجي من غير ما تقولي؟ من ناحية الستين؟ أنا عرفت هي فين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالك على الواله بالروح. سيبتيني يا ماما، سيبتيني اجيب الدنيا تلعب بيا. سيبتيني مش عارفه انا عايزه ايه. يا ريتني كنت سمعت كلامك، يا ريتني كنت سبتلك حياتي تقولي لي اعمل ايه وما اعملش ايه. محتاجة لك أوي يا ماما، محتاجة تريني في حضنك وأحكي لك اللي جوايا، محدش غيرك هيحس بيا ويفهم اللي جوايا. يا ريت كنت معايا يا حبيبتي. أني معاك يا دناي، أني باجي لها كل جمعة وأطلب منها تسامحني وما تزعلش مني، لاني ولا فارس ولا بوك. تعبانة أوي يا بنت بايرة، تعبانة أوي. أني تعبانة أكتر منك، عارفة ليه؟ بحس إني ميتة عشان نسينا إن ربنا موجود، نسينا إن الحق جهنم على الأرض. بس أنا ما ظلمتش حد. انتي ظلمتي نفسك يا ليلى، وده اكبر ظلم. تعبانة قوي، خايفة. ايه اللي بيك يا دناي؟ ايه اللي بيك يا ليلى؟ قلبي وجعني قوي. اسم الله عليك يا اختي، اسم الله عليك. ايوه، اللي بتخبط فيه ايه؟ انا مش مدي مواعيد لحد. عايزك. اغمري. خير؟ عايز ارفع قضية على المعداوي. وانا مالي؟ انتوا عيلة جوا بعض. صاحبك النصاب ده فين؟ جلال؟ جلال. بس ده واد شمال ونص كم. عز الطلب. انا اللي عايزاه بقى يبقى نص كم وشمال. وشمال؟ هديله قضية مؤشرة، لو كسبها هيبقى حديث البلد كلها. ايوه بس اشمعنى ده بالذات يعني؟ عشان انا عايزاه يبقى من ايدي دي لايدي دي، يعمل كل اللي في دماغي. خلاص نكلمه نأمره. انا لما اخترته
اخترته عشان ينفذه بس. ايوه بس مش يمكن يخاف؟ لما هيعرف انا عايزاه في ايه مش هيخاف خالص. ماشي. مالك؟ لا ابدا ما ماليش. الله، هي دي اول مره اقعد عندك ولا ايه؟ لا بيبي انا عايزاك تتعود، هقعد عندك كتير قوي الفتره الجايه. اصل انا مطلقه ومطروده ومعيش ولا مليم. صلاه النبي احسن. لزقه. يلا يا ميرفت اتاخرنا. خلاص قربت اخلص بس انا بفكر غير الفستان. نعم انت عايزه عماد يموتنا؟ مش عارفه حاسه اوفر. لا والله حلو جدا بجد. والله تحفه. طب غير شعري اعمله ويفي النهارده بقى. يلا بقى يا ميرفت. طب استني اجيب الشنطه. ماشي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه الحلاوه دي؟ انتوا عارفين لو انتوا مش في الشقه هنا ما كنتش عرفتكم. طب تعرف ان انا لو مكان الرجاله هعمل ايه؟ انت تعملي ايه؟ هرفع قضايا تعويضات على شركات التجميل وهكسبها في ثانيه. بالعكس بقى انا كنت انحني. طب يلا يا حبيبي عشان هنتاخر. يلا. اه مش كده؟ اه اتفضل حبيبي. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. استنيني. انا حاسس ان انا بحلم. يحلم؟ ليه؟ Thank you.
نعرف بقى انت بتقابلني ليه؟ معجب بيكي طبعا. ايوه، ايه يعني اللي عاجبك فيا؟ شكلي، جسمي، شخصيتي، ايه؟ ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا منيره؟ لا ما هو انا لازم اعرف دلوقتي انت بتقابلني ليه وعايز مني ايه؟ هو الاعجاب بيبقى له اسباب؟ اه بيبقى ليه اسباب، وانا عايز اعرف الاسباب دلوقتي. طب ايه رايك يا ستي؟ انت بنت حلوه قوي وانا بموت في البنات الحلوه. بس كده؟ زي اي حد. لو ما كنتش بنت حلوه ما كانش زمانك اعجبت بيا. انت تعبانه يا منيره ولا ايه؟ انا عايزه اطلع. تطلعي ليه؟ مش متفقين ان انا عازمك على العشاء النهارده؟ وانا مش عايزه اتعشى معاك يا اخي. الله، انا مش فاهم ايه اللي مغيرك ومركبك العفريت كده من ساعه ما كنا في المكان اللي احنا فيه. مفيش حاجه، مفيش اي حاجه. انا ما ارتحتش في المكان، المكان عصبني. طيب تحبي تطلعي تروحي يعني ولا نعمل ايه؟ ما انا مش فاهم. شفت ما انا شايف اهو. انت اصلا مش عايز تتعشى معايا. انت لو كنت عايز تتعشى معايا كان زمانك اصريت، بس انت اصلا مش عايز. شفت؟ قلتلك شايف. مش فاهم في ايه بالظبط. شفت؟ استنجلينا استنجلينا. يا ليلى اسمعيني، بقول لك اسمعيني. انا شفت عماد مع ولاء، كانوا سهرانين سوا وفرحانين قوي. لا انا مش كدابه، بقول لك انا شايفاهم بعينيا. ونور كان مع ميرفت. نور خطب ميرفت يا ليلى. نور خطب ميرفت وسابني. نور خطب ميرفت وسابني يا ليلى. منير مش هتتعشي؟ ايه ده؟ في ايه بنتي؟ مالك؟ مالك يا منير؟ خطب ميرفت يا ماما، خطب ميرفت وسابني. سابك ازاي بس؟ مش هو جه لحد عندك وانت اللي طردتيه وقلت له مش عايزاك؟ لا انا ما قلتش كده، انا ما قلتلوش انا مش عايزاك، انا ما سبتوش يا ماما. هو اللي بعت، هو اللي سابني. انا عمري ما سبت حد، عمري ما سبت حد يا ماما. والله العظيم زي ما بقول. انت متاكده يا منيره؟ كلمي المطعم اساليه يا ليلى. اقول لك كلمي نور نفسه. يعني ايه؟ يعني البت دي بتلف وتدور على عماد وبتلعب من وراكي. عشان كده مبقاش يسأل عني، مش هم اخباري، عشان كده بيبعد. ماشي يا عماد، مش لازم تسيبيها، وقفيها عند حدها، البت دي شطانه. عندك حق. انا اول ما شفت اللي شفته قلت لازم اقول لك على طول. على فكره انا كنت هصورهم بس قلت بلاش، يعني لحسن يشوفوني وتبقى شغلانه. ميرسي يا حبيبتي، انا ماشي. العفو يا حبيبتي. على ايه؟ هي دي النقاط اللي هنعتمد عليها في القضية. كويس أوي. عن إذنكم. اتفضلي. خبطتي برضو واحنا ما سمعناش؟ لا يا عماد ما خبطتش. طب ودي أصول؟ يا عماد هو أنت معايا لحد دلوقتي ليه؟ مش فاهم. لا أنت فاهم كويس أنا أقصد إيه. شوفي أنا أحب الحاجات تبقى محددة جدا في الكلام عشان أفهمه صح. طيب أنا عايز أعرف البت دي عايزة منك إيه؟ أي بت؟ ولاء. قصدك الأستاذة ولاء المحامية اللي ماسكة القضية بتاعتك. الأستاذة زفتة ولاء، عايزة منك إيه؟ ولا حاجة. أنت كنت سهران معاها إمبارح؟ إيه ده؟ أنت بتتجسسي عليا؟ لا أنا ما بتجسسش عليك، أنا عايزة أعرف. أنا هقولك أنا ليه معاك لحد دلوقتي؟ لأن أنا وعدتك إن أنا مش هسيبك وهقف جنبك لغاية ما تاخدي حقك.
وانا لما اوعد ما بخلفش. حاجة تانية بقى، ان انتي كنت في يوم من الايام حد قريب مني قوي، وكنت حاسس بحاجة حلوة ناحيتك. كنت؟ اه كنتي. وتاني حاجة؟ تاني حاجة عشان ابنك اللي ملوش ذنب في كل اللي بيحصل ده، وانا هدافع عنه سواء انتي كنتي معايا او مش معايا. يبقى انا اللي سبتك مش كده؟ انت عمرك ما سبتيني، انتي ما كنتيش معايا من الاول. انت بتوهم نفسك بحاجات ملهاش اي علاقة بالواقع عشان تعمل اللي انت عايزه وبس. انت اللي مش شايفة اللي بتعمليه. لا يا عماد، اللي انا بعمله طبيعي وعادي. خلاص، واللي انا بعمله كمان طبيعي وعادي. عماد، هو انت ليه متغير قوي كده معايا؟ انا ما اتغيرتش، كل حكاية ان انا بقيت اشوف الدنيا بعين تانية خالص. يا عماد انا بحبك. كما بقت سهلة قوي تطلع من لسانك بكل سهولة، مفيش أي صعوبة فيها، بقيت بسمعها منك كل ما تبقى في مشكلة أو تحس إن أنا ممكن أضيع منك أو أبعد. يا ليلى، كلمة الحب فقدت معناها معاكي. خسارة. طب والعدد الاولاني هينزل امتى؟ ممكن تقولي بعد اسبوع. طمني بس، هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى قنبله طبعا. اما نشوف. بس بقول لك ايه، تصدق المبنى حلو قوي؟ عملت ايه بقى انت في الموظفين؟ لو تحب تشوف اللي انا اخترتهم ما عنديش مانع. لا مش مهم، بس قولي يعني اخترتهم بناء على ايه؟ انا جايب اوائل الاقتصاد والعلوم السياسيه واشهر المحللين الاقتصاديين. حلو ده والله، هايل. طب بقولك ايه، انا عايز اعمل حفله. نعمل حفله؟ لا مش نعمل حفله، انا عايز اعمل حفله طنانه رنانه كده. طنانه رنانه؟ اه طبعا، عايزه مصر كلها تتكلم عليها. هعزم فيها اهم ناس في البلد، رجال اعمال بس، سياسيين نو. مش فاهم. افهمك، اصل السياسي اما يلاقي الفلوس كلها مرميه في عب واحد، هتلاقيه هو اللي بيرفع عليك سماعه التليفون ويقول لك الو حبيب قلبي انت فين. الله، ده شغل كبير بقى. وعايزه كمان شويه فنانين على حبه مهرجين يشعللوا لي الحفله. بس كده انت تأمري. بقول لك ايه، اعزم لي المعداوي كمان. لا لا لا، استني بقى، عشان كده انا عايز افهم. ما انا هعمل حفله كبيره، مصر كلها هتشوف نجوى وهي بتتصور مع أهم كيانات اقتصادية في البلد. مش معقول بقى أعمل حفلة مهمة زي دي ما يبقاش فيها رجل المال والأعمال المعداوي، ولا إيه؟ يا بنت الإيه؟ تصدقي؟ أنا مش مصدق إن الدماغ دي تبقى دماغك أنت. لا دماغي والمصحف، حتى بص صدق. مطرودة ومطلقة وكمان معاش ولا مليم، ده ايه الحظ الاسود والدكر ده؟ طب ما تسيبها. ما ديني سبتها اهو. ايوه يعني اقصد يعني مش هتكون احن عليها من عمها، يعني غورها في 60 داهيه ومشيها طردها. فكرت زي ما انت بتقول كده يا صاحبي، بس قلت يعني يمكن يجي من وراها مصلحه، البت ليها ورث برضه، واللي تمد له ايدك النهارده يمد لك ايده بكره. امال انا اعمل ايه بقى؟ اللي خلصت الباشا من المصيبه ومستني يحن عليا هو مش راضي. غشيم، كان لازم تاخد قبل ما تدي. يا صلاة النبي عليك انت يا جامد، ده انت بطل العالم في النباهه. ها طب انت عارف يا صاحبي مين اللي هيظبط لنا المصلحه دي 100 100 وصح الصح واصل الاصلي؟ مين؟ منيره. البت دي انا بحس انها محتاجه كولكشن حنيه على شويه دلع على كلمتين حلوين على كده، هتتفك شفرتها وهتبقى فله، بس حاسس ان عندها عقده نفسيه. عقده نفسيه حته واحده؟ ده ايه يا عم الكلام الجامد ده؟ انت عارف بقى حبيبك استاذ ورئيس قسم في الحريم دكتور مليومي.
ماشي ماشي يا عم الدكتور، بس ما تنساش بقى ان ليلى ومنيره انتيخ الانتيخ، صاحبتها يعني عز عزه. خلي بالك ليلى دي اللي هتبقى الجوكر. ما بحلقليش، اسمع الاول وبعدين بحلق براحتك. ليلى ومنيره سرهم مع بعض، والا ما كانتش ليلى خدت منيره تشتغل معاها في الشركه بتاعت مختار. يا سلام، طب ما عادي انها تاخدها، ما هي صاحبتها وخايفه عليها وبتحبها. تعبيط يا جدع انت ولا ايه؟ وعاد في ست بتحب ست دلوقتي ولا ست بتحب صاحبتها؟ لا لا ثانية واحدة بقى كده وفهمني واحدة واحدة، عشان انت هتشقلب لي دماغي اكتر ما هي متشقلبة. يا عم من غير ما اشقلبها لك، زي ما قلت لك بالظبط، منيرة دي كوليكشن حنية على عواطف جياشة، هتلاقي الامور مظبوطة بعد كده. بس امبارح حصلت حاجة غريبة قوي، اول ما شافت عماد والبت اللي كانت معاه وشها اتقلب وعايزة تهرب من المكان بأي طريقة، زي ما يكون في حاجة بينهم. حاجة بين مين ومين؟ اللي انت بتقوله ده هاني، هو مش عماد بيحب ليلى؟ طبعا، هو في حد حب ليلى زي عماد؟ هو في حد عمل كل الحاجات الرومانتيكية لليلى زي عماد؟ اي واحدة مكان ليلى لازم تحب عماد. اهو كده الكلام المعقول. خلي بالك بقى يا صاحبي، اي بنتين منمرين على واحد والاتنين بيحبوه، اعرف ان الاتنين بيكرهوا بعض. ماشي يا عم هاني، مش وقت دلوقتي حكم ومواعظ، انا عايز اعرف احنا نستفاد ايه من الليله دي. ليلى هتبقى البص في شركه المعدوي بعد كده. لا لا معلش، دي بقى فلتت منك، معلش انا بس عايزك تفهمني واحده واحده. هفهمك يا عم، ده انت اللي مش واخد بالك خالص. البنت ليلى دي طلعت نمره كبيره قوي، عارف يعني ايه تطلب انها تقعد قدام المعداوي في الشغل وما تخافش انه يقتلها وهي قاتله ابنه، وكل يوم عايزه تقعد وشها في وشه، ده ايه الفجر ده؟ حلو كلامك ده على عيني وعلى راسي، كلامك مية مية، بس افهم الاول احنا هنستفاد ايه من الحكايه دي؟ لو قلبنا في القديم هنلاقي بلاوي كتير قوي يا صاحبي صدقني. جايز هي حالته مستقره بقالها فتره، بس انا من رايي تاخديه من هنا، هو كل ما يتحسن بتحصل له انتكاسه. تشكري قوي، روحي انت. الو، انا محتاجه لك قوي. انا بقيت كويس، ما تقلقيش. انا بقى مش كويس، تعبانه. تعبانه خير ان شاء الله. مش عارفه اقول لك ايه، كفايه اللي اتعمل فيا بقى، كفايه. المعتاوي مش كده؟ مش كفايه ان انا مستحمله ابنه العاجز كل السنين دي؟ مش كفايه اللي عمله فيا وفي ابوكي؟ في ابوكي اللي هو اخوه، الله يرحمه. بجد مش قادر استحمل، قلبي مش قادر يستحمل. اسمعي انا لازم اخرج، لازم اخرج من هنا. حاضر حاضر، هعمل كده هعمل كده يا حبيبي. بس هم مش هيسمحوا لي ان اخرج. مين هم اللي مش هيسمحوا لك؟ الناس اللي هنا، الناس اللي هنا. ايوه يا حبيبي، بس انت خلاص بقيت كويس. المعداوي بيدفع دم قلبه، بيدفع كتير قوي، ها؟ عشان افضل زي ما انا، مش عايزني اخرج، عايزني افضل هنا لحد ما اتجنن بجد. طيب انت عايزني اعمل ايه وانا هعمله يا حبيبي؟ لازم اخرج، لازم اخرج يا قوي، لازم اخرج. حاضر يا خالو، حاضر يا حبيبي، حاضر، اهدى بس، حاضر. بقول لك ايه؟ اسمعي، الدواء ده اسألي بيعمل ايه؟ صفته ايه؟ حاضر حاضر حاضر، بيدوني منه كل يوم كل يوم، بس مستمر، بس ببقى كويس لما ببطله، لما ببطله ببقى كويس. حاضر يا خير، حاضر، هسألك، حاضر حاضر. ايه الأخبار؟ يا رب الأستاذ مازن يكون بخير. الحمد لله، البركة فيكم. ايوه بس شكلك كده ما خدتش الحبايه بتاعت النهارده. لا لا، باخده باخده يا دكتور، المبررات اديتهوني حتى سالها. طب بعد اذنك بقى يا استاذ راوي، احنا لازم نسيبه عشان يستريح شويه. حاضر، انا كده كده كنت ماشيه، بس كنت عايزه اطمن على خيره. خلي بالك من نفسك.
ادخل. صباح الخير. صباح النور. ازيك عامله ايه؟ تمام الحمد لله. بصي انا حسيت ان احنا في بينا حاجز فقلت لازم اجي واكسر الحاجز ده. لا ابدا يا مدام صوفيا مفيش اي حاجز، يمكن بس انا متوتره اليومين دول عشان محاكمه قربت. موجود هنا كمان. معلش معلش، ما انا برضو قلت لازم اخلق فرصه واجي نتكلم انا وانتي في شويه حاجات، احنا في بينا حاجات كتير لازم نتفاهم عليها. اكيد تمام. اتفضلي اقعدي اتفضلي. اهم حاجه يا مدام صوفيا عايزاكي تعرفيها ان انا مفيش اي حاجه وحشه جوايا اتجاهك، يمكن بس لو كان يوسف عايش كانت دي تبقى المشكله ما بيننا. انا برضو بفكر بنفس الطريقه. وكمان انت عارفه الواحد ما بيعرفش يقرب من الناس ازاي، خصوصا في ظروف زي ظروفي ومشاكلي. انا مقدره الظروف اللي انت فيها ومعاكي. غريبه قوي. ليه غريبه؟ يعني انا السبب في ان ولادي يكونوا من غير اب. ما هو انت كمان ابنك بقى من غير اب. هو لو انت ما كنتش اتجوزت خالد كنت هتبقى متسامحه معايا قوي كده دلوقتي؟ خالد؟ ايه علاقة خالد بالموضوع؟ انا التسامح اللي جوايا ناحيتك ملوش اي دخل باي حال من الاحوال بجوازي من خالد او لا. انا اسفه يعني اذا كنت بتكلم في موضوع جانبي، واكيد انت مش جايه تتكلمي معايا في الموضوع ده. انا جايه علشان اقولك انه القرب منك ومن ابنك يهمني. اسمه ساجد مش كده؟ ايوه اسمه ساجد. انا ولادي ماجد وطارق وليلى. ما شاء الله. انا يهمني ان الولاد يبقوا متعودين على بعض، لانه في النهايه هم مش هيكون ليهم غير بعض. انا مبسوطه قوي ان انت بتفكري كده. يعني لو قلت لك ابقي هاتي ساجد يقعد مع الولاد وياخد عليهم مش هترفضي؟ ها؟ لا طبعا اكيد مش هرفض. طيب كويس. هو ده كان اهم موضوع عايزه اتكلم فيه، عندي كلام تاني بس ممكن نبقى ناجله بعدين. تحت امرك اي وقت. انا مش فاهم ايه الفايده من اللي احنا بنعمله ده. يا عم اسكت انت، انا متاكد ان في حاجه ورا البت دي. ايه ده؟ ماشي. بسرعة. طيب ماشي بسرعة. مبسوط؟ إلا مبسوط. أنا حاسس إن روحي اتردت لي. الحمد لله. طب قول لي هتعمل إيه؟ هعمل إيه؟ أنا هقلب الدنيا. ده خلاص تعاملي مع الناس ومع القضايا هيبقى بشكل مختلف تماما. يا رب يكون للأحسن. إن شاء الله. إن شاء الله أكيد هيبقى أحسن. أنا الفترة اللي فاتت دي اتعلمت منها حاجات كتير أوي. طب وولاء؟ أقول لك بس ما تقطعنيش. قولي. أنت بني آدم مهم أوي يا عماد. أنت بس اللي ساعات بحس إنك مش حاسس بقيمة نفسك يا عمدة. أنت حد مهم جدا. ما بتقعدش مع نفسك، ما بتقدرهاش. يمكن علشان على طول مشغول. هاتي من الآخر، أنت عايز تقولي إيه؟ أنت تستاهل حد كويس أوي يا عماد. وولاء شخصية جميلة وهادية ومحامية زيك، يعني مقدرة طبيعة شغلك. وتفهم قد ايه المكتب ده مهم بالنسبه لك. تقصد اتجوزها؟ ايه اتجوزها. بعدين انت ما بقتش صغير لازم تتجوز. ازاي؟ ما بقتش صغير دي. انت
كل حكاية ان انت عايزه تتجوزي وخايفه تسيبيني لوحدي. بصراحه هو عيب يعني اخاف عليك؟ لا حبيبتي بالعكس، انا عارفه ان في لسه حته صغيره من ليلى في قلبك. ميرفت من فضلك انا مش عايزه اتكلم في الموضوع ده تاني. لا انا لازم اتكلم في الموضوع ده، وانت لازم تسمعني، ولازم تعرف ان ليلى خلاص بمجرد انتهاء المحاكمه هي كمان لازم تنتهي من حياتها. خلاص ماشي 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 يا ميرفت خلاص. عندي كمان طلب اخير. ايه تاني؟ جليل مش عايزاك تكلمه تاني. بنت انت ايه؟ هتحددي خط سيري ولا ايه؟ مش قصدي والله، بس انا بصراحه خايفه عليك. ما تخافيش انا عارف انا بعمل ايه. يلا حضري نفسك عشان نروح الشركه. اتفضلي. يلا.